وحول آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي والجهود المشتركة من أجل دفع التسوية السياسية في هذا البلد، تبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره المغربي ناصر بوريطة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن سامح شكري أعرب لبوريطة عن التقدير لحرصه على مواصلة وتكثيف هذا التنسيق والإحاطة بآخر المستجدات المتصلة بالجهود التي بذلها المغرب في هذا الصدد. كما بحث الوزيران بحسب ذات المصدر المساعي الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار والتحرك قدما نحو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة بالبلاد.